دعني أفتش لك عن زوجة عبر شبكة المعلومات. وهل تراني عاجزا عن إيجادها على أرض الواقع؟ هذه الشاشة جزء من أرض الواقع. الواقع الذي لا تعرف عنه شيئا. انظر إلى هذه، ما رأيك؟ هذه مقدمة لفيلم لا يجوز النظر إليه. تريد أن تخلق مشكلة تضعها أمامك. المشكلة في أن يتحول هذا الحاسب الآلي إلى جهاز إفساد أخلاق بدلا من أن يكون جهازا للمنفعة والتثقيف. رويدك يا رجل، أنت تعطي الأمور أكثر مما تستحق. وهل إفساد الأخلاق أمر لا يستحق المناقشة؟ أنت إنسان فاسق. أنا إنسان فاسق لمجرد أنني ألهو بالحاسب الآلي؟ بل لأنك لا تقيم وزنا لما تنظر إليه عيناك. أجيت تقرعني أم تستشيرني؟ أستشيرك على مضض. تستشيرني على مضض؟ إذن ما الذي يدفعك إلي الآن؟ أريد مساعدتك بالرغم من أن أخبارك كاذبة في معظمها. ما دمت كذلك فإليك عني. لن أدعك. اسمع، أريدك أن تساعدني. أريد الزواج من فتاة تدعى عبير محمود. رويدك يا رجل، في البداية أنت تريد الزواج. نعم، هذا أمر خبرته منذ سنوات. إنما تحبها؟ نعم أحببتها. هو هل تتصور الزواج بدون حب؟ نعم أتصور. هذا الزواج نتاجه الفشل. أوافقك، الزواج ناجح بحاجة إلى المودة والرحمة بين الزوجين. أخبرني، متى أحببت؟ منذ أشهر. أن تحب منذ شهور فهذا أمر طبيعي جدا، أما أن تحب عبير محمود بالذات فهذا أمر بحاجة إلى نقاش مستفيض. وما داعي للنقاش المستفيض؟ لأن والد عبير محمود لن يزوج ابنته لشاب مثلك. ومما أشكو يا صاحبي، أنا شاب في 27 من العمر، أمتلك صحة ونضارة وحيوية. هذه الصفات ليست كافية أن تكون رجلا متزوجا، أنت تعرف ما أقصد. سأتدبر مهنة أسترزق منها. هذا مفتاح الحب. ما الذي تفعله يا حمد؟ أمارس مهنتي. هيا بنا إلى المسجد، قرب موعد الصلاة. سأصلي لاحقا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمي يوسف، يوسف بشير. تشرفنا. هل لي أن أتحدث إليك على انفراد؟ تفضل، إنني أستمع إليك. عسى أن لا أكون مخطئا، منذ يومين شاهدتك برفقة فتاة، أليس كذلك؟ منذ متى وأنت تراقب الناس؟ مذ قررت أن أستمع إلى نصيحة والدي. وما هي نصيحة أبيك؟ أن أجد في كنفي زوجة تلد لي من يرثني ويرثه. أرى فيك جرأة ممزوجة بخجل تكاد تخفيه فلا تستطيع. بالفعل أنا خجل من أمر لا أستطيع البت فيه. يمكنك شريطة أن تدخل البيوت من أبوابها. ويستحيل علي أن أدخل من النوافذ. لم نتفق بعد. أخبرني، هل مهدت طريق زواجك؟ أولا تفضل أن نجد مكانا أفضل من هذا للسؤال والجواب؟ خير أن تكون البداية هنا من أن تكون النهاية هناك داخل الدار. أخبرني، كيف مهدت طريق زواجك؟ تخرجت من الجامعة السنة الماضية مهندس معماري، أعمل في شركة للمقاولات وراتبي لا يقل عن 1000 ريال. هذه بادرة حسنة. هل لديك ما يشجع تلك البادرة وينميها ويرعاها؟ بالطبع، لدي منزلي الخاص الذي أعمل على تأثيثه منذ بداية العام. هل لديك ما تضيفه يا بني؟ ثروة والدي التي ستؤول إلي في نهاية المطاف. إن كان ما تقوله صحيحا فقد فتحت لك باب داري. بقي أمر مهم. وما هو؟ أن يفتح لك قلب ابنتي، فهي حجر الأساس. دعني أسألها فيما تحادثنا فيه. وأنا أعدك أن لا أخطو خطوة واحدة إلا ولديها رغبة بالزواج مني. بارك الله فيك يا بني، بارك الله فيك. ما رأيك يا ابنتي؟
والله لن أسبقك قولا يا أبي، وأنت لك الرأي الأول والأخير في هذا الموضوع. أشكرك لثقتك بي وحسن أدبك وتواضعك، إنما في أمر زواجك فلابد من أن تدين رأيك، فأنت في النهاية من ستتحملين تبعات هذا القرار. صحيح أن للوالد رأي في هذا المجال، لكنه يندرج في باب النصح للإقدام أو النهي للإحجام. الأمر بيدك، فماذا تقولين؟ اسمح لي يا والدي أن أسألك إن كان من تقدم إليه قد حاز على الشروط التي وضعتها لزواجي. هناك شرطان أساسيان، الدين والخلق، والعمر يتضحان بعد التجربة، ولكنني أستطيع القول من النظرة الأولى أنه يمتلكهما. أضف إلى هذا أنه شاب مثقف وسيب، لديه مهنة ودار يأوي إليه. فما رأيك؟ إن كان ذلك الشاب قد نال رضاك فقد نال على استحساني أيضا. على بركة الله، سأبلغه قرارك قبل أن ينطلق إلى أهله، ثم يعود إلينا بعد أيام لنكمل مراسم الزواج. أبي. نعم. أرى أن لديك مطلبا تخشين البوح به. هو كذلك يا أبي. قولي يا أبي، فأنت من حقك أن تبدي ما تشائين، قولي. هو شيء واحد يا أبي. أفسر يا بنيتي. أتمنى أن لا يكون المهر عائقا. لا عليك يا ابنتي، لا عليك، لقد حسبت لكل شيء حسابا. سأحاول قدر استطاعتي أن أوفق بين متطلبات المهر وحالته الاقتصادية وإمكانياته المادية. لن أجعل المهر سببا لفسخ زواجكما أبدا. الأب الذي يريد مصلحة ابنته لن يقف عند مهر يفسد كل شيء في نهاية الأمر. المهم أن الأمور قد تمت على خير. الحمد لله، ولكن هناك ما يقلقني وينغص علي فرحتي. ما الذي تخفيه يا يوسف؟ أبي يا عم، إنه لا ينفك يصر علي أن أتزوج ابنة عمي. أن يحترم الشاب أباه فهذا أمر محبة، ولكن أن يسمي الوالد شريكة حياة ابنه ويختارها زوجة له فهذا لا يستساغ. هذا الذي يجعلني أخفي عنه ما أنا مقدم عليه. بين له أن زواجك من ابنة عمك لن يكون موفقا، وربما يؤدي إلى مشاكل. أقنعه بالواقع الذي أنت فيه. سأحاول جاهدا يا عم إبراهيم. لن تفشل صدقني، والدك سيؤيد خطوتك الجديدة لأنه يريد سعادتك. أوصني يا عم. أوصيك بالعودة باكرا وإتمام الموضوع. لا تقلق يا عم، لن يطول مكوثي في دار أبي إن شاء الله، سنعود بعدها لإتمام مراسم الزفاف. على بركة الله. على بركة الله، ألقاك لاحقا يا عم. إن شاء الله. إلى اللقاء. إلى اللقاء. عبير، ماذا بك يا ابنتي؟ لا شيء يا أبي. هل أنت قلقة على يوسف؟ حسنا، باستطاعتك أن تتصلي به وتطمئني على سلامته. هيا هيا اتصلي به وحادثي. ألا يزعجك هذا يا أبي؟ أبدا، ما دمت تفعلين ذلك أمامي وعلى مسمعي. هيا اتصلي.
أنا أحل لك المسألة. كيف؟ نحاول أن نفسد العلاقة بين عبير وذاك المتقدم إليها طالبا يدها. فكرة ممتازة، ولكن كيف السبيل إلى ذلك؟ لديك رقم هاتفها الجوال؟ عبير فتاة رزينة مؤدبة، وليس من السهل أن تحصل على رقم هاتفها. لو كنا نحمل رقم هاتفها لهان الأمر. انسى هذا الموضوع، الاتصال بالفتيات خلسة عن آبائهن لا أحبذه. تريد أن تتخطى العوائق وأنت مصر على مبادئك. الضرورات تبيح المحظورات. هذا الجهاز سم وعسل، ما ضير في أن نختار العسل على الدوام؟ أنت بهذا تريد السم؟ ألم يعد لديك سوى هذه الوسيلة؟ هذه مشكلتك، لم تكن طموحا تعمل وتؤمن مستقبلك. حينها تستطيع أن تطرق الباب بكل ثبات وتطلب يد عروسك من ذويها بكل ثقة واطمئنان. احتفظ بنصائحك لنفسك أرجوك، ودعنا نتوصل إلى نتيجة. اقتحم الصعاب وتوجه إلى والدها. ابنة عمي أخبرتني كل شيء، أخبرتني بأنه تم الاتفاق على كل الأمور، وما هي إلا فترة وجيزة لا تتعدى الأسبوعين وستكون عبير زوجة لذلك الشاب الذي يأتاني على حين غرة. أتؤمن بالزواج السريع؟ دع عنك الخزعبلات جانبا. اجلس اجلس وأخبرني بتفاصيل ما نقلته ابنة عمك على لسان صديقتها عبير. لا عليك يا والد، الزواج قسمة ونصيب كما يقال. الزواج لم يحل أوانه بعد هذا الكثير. الذي يدهشني كيف تستر الذئب في ثوب الحمل. بعض الأشخاص يغيرون وجوههم لكن سرعان ما يفقهون. أبي، هل أنت متأكد من ما سمعت؟ هل تعرفه؟ بالطبع، إذ كنت أعمل في تجارة الملابس. حدثني عنه. هل أخبرك ما الذي فرقه عن ابنة عمي وقد كان على استعداد للزواج؟ نعم أخبرني وحدثني أنها فرضت عليه فرضا ولذلك تريثت في الأمر. ألم يقل لك أنه سرق خزينة عمي الذي رفض تزويجه ابنته لهذا السبب؟ ما سمعت بهذا قط. أنا متأكد أنه أخبرك بأنه قضى 5 سنوات الجامعة. نعم أخبرني، هو قال لي أنه تخرج منها مهندسا معماريا. يا لهذا الفارق بين الجامعة والسجن. وما صدى الجامعة بالسجن؟ لأن صهرك العتيد لم يكن في الجامعة، لقد قضى معظم حياته في السجن. السجن؟ نعم هذا كان عقاب. لقد حاول قتل عمي بعد أن فضح سرقته ومنعه من الزواج بابنته. هل أنت متأكد مما تقول؟ نعم متأكد. يا ويل، الحمد لله قد حدث هذا في بداية الأمر وليس في نهايته، وإلا تحولت حياتنا إلى نكد ومرارة. هل ستفاتحه بالأمر عندما يأتي الأسبوع القادم؟ لن يعود ثانية. لقد أبلغته بقراري الأخير بأن لا يعود إلى بيتي هذا ثانية. تصبح على خير يا أبي. ما رأيك بخالد؟ خالد؟ لقد طلب يدي سابقاً، فرفضته أنت.
وأنا موافق إن كنت توافقين عليه. اسمح لي يا أبي، فأنا لن أوافق. لماذا يا ابنتي؟ من تضع الريال من يدها لن تندم إذا ضاعت البيسة. بإذنك يا أبي. هذا ما حدث يا عم، بضع كلمات كانت كافية لأن تطردني من السعادة التي كنت أتوق إليها. لازلت لحد الآن عاجزا عن تحليل ما جرى. وأنا كذلك، كل ما في الأمر اتصال هاتفي فيه تهديد لي بأن أمحو عبيرا من ذاكرتي وأن لا أدوس داره مرة أخرى. هذا قرار متسرع. هذا القرار كان نتيجة لوشاية كاذبة، لكنني لا أعرف من الواشي. بعض الأشخاص يتخذون قرارات عاجلة لا يعرفون عواقبها. يجب أن أستوضح الأمر. لا داعي لذلك. أين أنت يا رجل؟ تقفل متجرك ليومين متتاليين. الإنسان في مثل سني بحاجة إلى الراحة أحيانا. هذا من حق جسدك عليك. قل لي أين كنت؟ في القرية. ألا تسألني عن القرية وعن أهلها؟ وما الذي يدفعني إلى ذلك؟ شاب ذو خلق ودين كاد أن يكون زوجا لابنتك، لكنك لفظته كما ترفض الجوهرة الثمينة. أتسمي السارق والقاتل جوهرة ثمينة يا إبراهيم؟ ممن استقيت هذه الأخبار الملفقة؟ ليست ملفقة كما تظن، استقيتها من شاب يعرفه حق المعرفة، ساقه الله إليه ليكشف لي حقيقة الأمر قبل أن أقع في الفخ. ساقه الشيطان إليك فوقعت في الفخ الذي كنت تهرب منه. أراك تدافع عن الفاسد. إنه شاب مؤمن، اتهمته زورا وبهتانا بتسرعك وجهلك. اسمع، سأحدثك عن الحقيقة التي غابت عن ناظريك نتيجة لتسرعك وجهلك. اسمعني. بإمكانك إعادة الطعام إلى مكانه. لست ذواقا للطعام. أبي، لقد حددتك البارحة، كل شيء قسمة ونصيب، وهذه قسمتي ونصيبي. خدعك الرجل وكذب. بل أنا الذي حطمت مستقبلك الزاهر بتسرعي وحماقتي. صدقت ذلك الفاسق وبنيت قراراتي مستندا إلى أقواله. لم يكن لك خيار سوى ذلك الخيار. طيب كان لي خيار آخر. كان علي أن أستمع إلى قول خالقي وهو يحدثني ويوجهني ويحذرني بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. وأنا لا صدقت ذلك الماجن الفاسق حمد، فضربت شابا ذا خلق من داري. أنا نادم فعلا نادم. أبي، لماذا لا تعتذر من الرجل وتعيد المياه إلى مجاريها؟ فات الأوان. تزوج الرجل من ابنة عمه وانتهى.